تو آئیے میرے عزیزو انہی حسن صوت سے لبریز ایک اور تلاوت سننے کے لیے تدویراً تلاوت کلام پاک پیش کریں گے جامعہ ہادہ ہی کے ایک معصوم طالب علم حافظ محمد یاسین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله يا سلام. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الله يا سلام. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. الله أكبر. نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. إن شاء الله. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. الله. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. أحسنت يا ولد. إن الله عزيز ذو انتقام. الله الله الله. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يا سلام. سلمنا يا رب. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. الله الله. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. ما شاء الله. بارك الله. ما شاء الله. افتح عليه.